في اليوم جينا في وقفة احتجاجية اليوم قدام أمام مقر سوناطراك ومقر نادي مولودية الجزائر، نطالبوا مستحقاتنا اللي رانا نطالبوا فيها منذ موسم ونصف. اللاعبين لم يتلقوا مستحقاتهم الموسم الفارط، لهذا الموسم الحالي جل النوادي بدات في التحضيرات إلا هذا النادي اللي مازال ما بداوش التحضيرات، خاصة أنه في الرياضات الجماعية المنافسات بدات، منافسة كرة الطائرة بدات، منافسة كرة اليد على الأبواب هي كرة السلة، لكن لحد الساعة التدريبات مازال ما بداش لانهم لم يكن في حل المشاكل. حنا نطالبوا ويطالبوا كل اللاعبين بمستحقاتهم للموسم الفارط، زيد على ذلك نادي كبير نادي مولودية الجزائر، لاعبين تاعهم في الشارع، لاعبين تاعهم مازال ما بداوش تدريبات، والاخطر من ذلك ان نشوف كره الطائره البارح بعثوا لاعبين اواسط يلعبوا في منافسه الاكابر بدون تاطير من الاكابر.